السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شرح جديد على قناة المحترف العربي. ندعوكم للاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب ثم تفعيل الجرس ليصلك كل جديد على قناتنا. ولا تنسى زيارة موقعنا الإلكتروني www.marocpro24.com. تجدون هنا المواضيع الحصرية والرائعة لتستفيد كما ترون العديد من المواضيع ستستفيد منها، يعني ستستفيد منها 100%. المهم نمر إلى موقعنا وشرحنا لليوم. شرحنا اليوم موقع ترافيك أو أوتو سيرف كما ترى، ويب ترافيك أوتو سيرف، ترافيك إكستشينج يعني تبادل الزيارات عن طريق الأوتو سيرف. وهذا الموقع يشبه موقع أوتو ويب سيرف، لديه نفس التمبليت والعديد من الأشياء والخاصيات التي تشبه فيه. المهم نمر لطريقة إنشاء الحساب، نضغط Create an account. تدخل هنا النيم كما ترى نفس الانترفاس، يعني كل شيء مثل أوتو ويب سيرف لكن الاسم ويب ترافيكا بوان كوم. تضغط هنا النيم اسمك وهنا الايميل، ثم تعيد الايميل هنا، ثم الباسورد، ثم تعيد كونفيرم الباسورد. هنا تختار اللغة كما تشاء، العربية الفرنسية المهم نترك الإنجليزية. هنا تتفق على شروط الموقع، ثم هنا تضغط أمنة الروبوت هكذا يستحقق الروبوت، ثم تضغط ساين أب. بعد ساين أب تفعل حسابك من الإيميل الخاص بك، تصلك رسالة على بريدك لتفعيل، تضغط اللينك وتفعيل الحساب. المهم أنا لدي حساب من قبل، سأدخل إليه وسأريكم طريقة العمل على الموقع. نضغط لوجين، سأدخل بيانات حسابي. إذن كما ترى الانترفاس فهي نفس الانترفاس لأوتو ويب سيرف، غير أني لم أستعمل هذا الموقع في الترافيك ولكن قد لكنني تركتها لأنني سأستعملها لاحقا. المهم هذا هو الموقع، هنا اسمي، هنا إيميلي، باسورد، كل المعلومات الخاصة بي، ثم هنا الكريديت 6655 كريديت التي جمعتها من الأوتو سيرف. هنا المينيموم باي اوت $5 للموقع، العديد والعديد. المهم ما يهمنا نحن هو اللايت فيور. نضغط هنا على اللايت فيور، تظهر معنا هذه النافذة، يعني كأوتو ويب سيرف 100%. تضغط هنا ستارت ترافيك، وهو فتح نافذة بوب اب وسيبدأ بالترافيك. كما ترى هو موقع الفتح، سنذهب نرجع الى النافذة هي. كما ترى 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. هيا 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 هي. كما ترى هو موقع اخر، وهو يجمع النقاط. هنا ترى نعتذر اخواني، الكمبيوتر نوعا ما بطيء جدا كما ترى الماوس كيف تلعب ببطء شديد في الكمبيوتر، لا اعرف لماذا. المهم كما ترى هنا الكريديت بيرفيو، يعني كل مشاهدة يعطيك كم تربح عنها من كريديت. كريديت دي السيرف، كم ربحت هذا السيرف 2.5 كما ترى. كريديت اللي ربحتها اليوم، كريديت توداي 3.5، والمواقع التي تصفحتها 5، يعني نفس انترفاس اوتو ويب سيرف. هنا كما ترى المواقع هاي تتصفح واحد تلو الاخر، واحد تلو الاخر. كما ترى الموقع الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وهي كما ترى وسيتغير. كما ترى يعمل أوتو سيرف لنفسه، كما ترى وسيتغير، يعمل أوتو سيرف لموقعه الخاص. المهم
نرجع إلى موقعنا، هنا طريقة إضافة الويب سايت، نضغط أدد ويب سايت، هنا نضيف موقعنا، نتركه هنا أو أساين. إذا أردت كما الموقع تصرف، يعني إذا أردت إضافة 6610 نقطة أوتوماتيكيا لللينك تتركه هكذا. إذا أردت أن تفرقها على مواقعك، تحذف هذه الخانة وتضغطها هنا، ثم تعطيه الكريدت الذي تود إعطائه لللينك، ثم تضغط سيف هنا. إذا أردت كم من كريدت تريد، 300 الحد الأدنى، وهنا 10 أقل حد، ثم تضغط سيف هنا. إذا أردت أن ترى لينكاتك مع ويب سايت ليست، كما ترى هنا ليس لدي أي لينك لأنني لم أعمل على الموقع. هنا الابجريد اكونت، اذا اردت اعمل ابجريد الاكونت يعني ترقية العضوية، كما ترى ممبرشيب هنا الفري وهنا البريميوم، وترقية تتم بالباي بال او ادرس باي. غالبا ما يقوم الناس بالدفع بباي بال لانه معروف جدا. المهم هنا الويب سايت اند ستاتس، هنا ستاتيستيك للويب سايت، الريفيرالز هنا، الريفيرالز الخاص بك الذي سجلنا عن طريقك، هنا الريفيرال كاونت، هنا الكريديت ايرند، هنا الكريديت كاش، كما ترى لن اعمل عليه لان ليس هناك ريفيرال ولا ارباح. المهم ادعوكم للاشتراك عن طريق هذا الرابط، سجل عن طريقي. هنا باي كريديت، اذا اردت شراء الكريديت كما ترى 25000 كريديت ب$5، 5000 ب10 $20، تعطيك 100000 كريديت، 45 250 $8، 500000 $150، مليون سيف كريديت 270. المهم كما يقول الإنجليز pay as you go، يعني قم بالدفع حسب ما تريد. المهم كان هذا هو شرحنا لليوم، كما ترى لقد شرحنا كل شيء على ويب ترافيكا، فهو موقع رائع لجلب ترافيك. المهم أشكركم على المتابعة، نلتقي في فيديو آخر مع موقع ترافيك آخر، شكرا لكم.